اوعى تفتكر ان الجمال والمال بيخلوا الجواز قيمة. اوعى تفتكر ان الجمال والمال بيخلوا الجواز قيمة. والدليل طلاق ياسمين صبري من جوزها ابو هشيمة. اصل الجواز مش فلوس وشهرة وبروجندا وفسح وشغل سيمة. اوعى تفتكر ان الجمال والمال بيخلوا للجواز قيمة. والدليل طلاق ياسمين صبري من جوزها ابو هشيمة. اصل الجواز مش فلوس وشهرة وبروجندا وفسح وشغل سيمة. المفروض يكون بينهم حب حقيقي وصادق، ولازم النية تبقى سليمة. ما هم أكيد لازم ينفصلوا لو هو هيعمل مشكاح وهي هتعمل ريمة. ده الجواز ميثاق، وبالحب والاحترام والود بيخلوا الحياة كريمة. اوعى تفتكر ان الجمال والمال بيخلوا للجواز قيمة. والدليل طلاق ياسمين صبري من جوزها ابو هشيمة. اصل الجواز مش فلوس وشهرة وبروجندا وفسح وشغل سيمة، ولا هو قصور وطيارات وحركات والاسم مأزون وأسيمة. المفروض يكون بينهم حب حقيقي وصادق، ولازم النية تبقى سليمة. هم أكيد لازم ينفصلوا لو هو هيعمل نفسه مشكاح وهي هتعمل ريمة. ده الجواز ميثاق، وبالحب والاحترام والود بيخلوا حياتهم كريمة.